طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإيصال رسالة لمن وصفها بالدول المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني بأن مصالحها وعلاقاتها مع العالم الإسلامي معرضة للخطر في حال استمرار دعمها له. المالكي وفي كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة السعودية شدد على أن المخططات التدميرية للاحتلال ستسمح بسيادة حكم العنف والوحشية على حكم القانون والإنسانية وفق تعبيره. إننا نشدكم جميعا إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة لنا لوقف الإبادة الجماعية. لدينا القوة والنفوذ لجعل استمرار هذه الإبادة الجماعية أمرا لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا وسياسيا وماليا بالنسبة للدول التي تواصل تمكين ودعم هذه الحرب الوحشية. الاتفاقيات التجارية والعسكرية وغيرها من الاتفاقيات هي نفوذ تحت تصرفكم، ويجب على الدول المتواطئة في هذه الإبادة الجماعية أن تفهم أن مصالحها وعلاقتها مع العالم الإسلامي معرضة للخطر. كما نناشدكم العمل مع الأصدقاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم وخاصة في دول الجنوب لتنسيق مثل هذه الإجراءات من أجل توسيع نطاق وحجم العواقب الدبلوماسية والمالية.